عسلامة، شنية أحوالكم؟ وينكم؟ إن شاء الله راكم بخير الناس كلها. حبيت أن نبرتجي معاكم طريقتي في معناها كيفاش ننظف هكا الخضرة والغلال هكا بصفة عامة. طريقة هذه ممتازة على الأخر وسهلة في نفس الوقت، تحافظ لك على أني الخضرة بتاعي وكل شيء تبقى فرشكة لمدة طويلة، خاصة توا الدنيا سخونة والخضرة نوعا ما معناها ترخص، خاصة الطماطم والفلفل وكل شيء يعود هكا برشا في الثلاجة. أول حاجة شو باش نعمل؟ نغسلهم هكا بالباهي بالباهي. وبالنسبة لي كيفاش باش نعقمهم؟ نعقمهم بالخل، الخل الأبيض، نعقمهم بالخل معناها نفخهم مليح مليح في الخل، وزادة نعاود نشللهم معناها برشا مرة. لاستيس شنو نعمل؟ من بعد هكا ما نشللها مليح مليح، نحط هكا الطماطم كيما تشوفوا، معناها نحطها هكا على منشفة نظيفة، بيان سور معناها عندي مناشف خاصة بالكوزينة، نحطها عليها معناها نخليها تشيح، ونبدا هكا كيف كيف نشد منشفة اخرى ونبدا هكا نشيح بالكعبة معناها ننشفها مليح. هذه في مرحلة اولى سواء بالنسبة للطماطم ولا بقية الخضرة، اما هي معناها اكثر حاجة حساسة شوية، اكلي معناها برشا هكا تفزلهم وما تبقاش اللي هي الطماطم. الطريقة هذه جربوها سهلة على الاخر، اتو تشوفوا قديش تشد معاكم الطماطم بالكدا بالكدا. كما قلت لكم معناها تنظفوها مليح مليح، تعقموها بالخل، تخلوها تشيح، ومن بعد تحد شد حاجة كيفي أنا، شوفوا كيفاش معناها هذه الحفاضة كبيرة، زادة فرشت فيها منشفة أخرى معناها نفس الشيء، معناها حاجات خاصة بالفريجيدير معناها كان هي أكهو نظيفة ومتوفرة برتو. بالنسبة لي مكذبش عليكم، أنا ديما الحاجات هذه نلقاها كيف الفريب معناها نلقاها متوفرة بالكدا بالكدا. حسيلو حطيتها في الحفاضة هذه ومعناها نرش عليها هكا شوية ماء هكا دوبلاج، ننشف الخضرة متاعي معناها نمسحها بالباهي بالطريقة هذه، ونبدا نرص فيها في هكا الحفاضة هذيك. ماذا بينا ديما معناها حاجة هكا واسعة شوية تهزلنا معناها متعودش هكا مرصوصة وكل شيء، ومن بعد نرجع عليها هكا المنشفة هذيك هذيك نفسها، ونبدا نشد هكا ديما عندي الفشفاشه هذيك نرش عليها شوي ماء، بالنسبه لي هذيك مخلطه فيها ماء وخل، نرش هكا مليح 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 مليح، نخليها ديما مندي بالطريقه هذه. صدقوني تبقى الطماطم فريشكه بالجمعتين بثلاثه جمعات لباس عليه، معناها على ضمانتي وضمن ربي كيما يقولوا. طريقة سهلة جربوها أتو تشوفوا معناها قديش تبقى معاكم الطماطم فريشكا مراوة. راهو بشرط انه مثال ما تخبيش كعبة معناها فاسدة ولا فيها الخمورة شوية، معناها يلزم كعبة صحيحة، معناها كعبة طماطم نظيفة وصحيحة فريشكا أمورها واضحة، هذيك اللي باش تبقى لك. معناها ما تدخلش حاجة هكا خامرة ولا بيها حاجة للفريجيدير وما تخبيهاش، معناها هذه باش نكونوا واضحين. وبالنسبة لك هذيك البخاق ولا الفشفاشة هذيك ديما تعود عندك هكا ترش بها هكا على الخضرة متاعك وكل شيء، ديما موجودة عندي معناها ماء وخل، وساعات حتى خل أكهو ديما نخليها مندية. كما تعرفوا الخل معناها حاجة يعقم الحاجة وينحك لي بكتيري كلها يحافظ عليها. هذا بالنسبة للطماطم. كيف كيف نعمل نفس الطريقة معناها مع بقية الخضرة؟ عندي معناها باش نقص الفلفل، الفقوز زادة كيف كيف كما تعرفوا القشرة متاعو تهزي برشا دي بكتيري وكل شيء، هذا علاش معناها كيف كيف ننظفوهم هكا بالباهي بالباهي، وننفخوهم زادة كيف كيف في الخل، ننشفوهم ونخبوه. هذا بالنسبة للفلفل، كيف كيف نحاول ديما نختار ديما خطر الفلفل زادة كيف كيف ما تفيقش معناها الفلفل يعود هكا فيها ساعات معناها تلقى فيه الدودة وكل شيء، ديما نردو بينا معناها كيف كيف نخبو كالكعبة الصحيحة وكل شيء، ونعملو الطريقة هذه. فولا هذا الفقوس كيف كيف نخليه منفخ بالباهي بالباهي، راهو يشد برشا شوائب في معناها على القشرة متاعو. هذه هي طريقة سهلة مهلة كيما نقولوا، جربوها كيف ما قلت لكم بحذافيرها، بقدرة ربي تبقى معاكم الخضرة فريشكة في الفريجيدير وتستعملوها في معناها في وقت طويل. شوفوا كيفاش رجعت عليها كل منشفة هذيك وبليتها بالماء والخل
وكهو تبقى معنا بقدرة ربي فرشكة أمورها واضحة. إن شاء الله تجيكم الطريقة سهلة، تجربوها وترجعوا لي هكا بالتعليقات. إن شاء الله راهي ناجحة معاكم بقدرة الله. وتوما بقى لي كنبش نقولكم بالسلامة ودمتم في أمان الله، وإن شاء الله هكا في أسيس أخرى إن شاء الله بقدرة الله. بالسلامة.